النهارده احنا بندعم، قولوا معانا يا جدعان كلكم، هندعم ايه؟ لوتري. هندعم كرتونيات. كرتونيات. ايوه اللطفي ارني ساعتك. طب تصدقي بالله اللغه العربيه قويه بس احنا اللي مش فاهمين. انا سوف اعمل لك البولد يا سمير وقوله اجل يا ابي. نعم نعم. يا جدعان انا حافظ حبه على اللغه العربيه ولازم الول ثاني واتكلم انجليزي يعني؟ فين البتاع ده؟ وما نوعها يا اخ لطفي؟ فخار ساعة طبعا. ما نوعها؟ بلاش نوع، ليس لها نوع. اذا هي ساعة حمقاء. متى ما لهاش نوع؟ ما ساعته، ما نوع الساعة يا اخ باسم؟ لا لغة عربية بقى، لغة عربية. ليس لها نوع يا سيدي. ليس لها نوع. ايوه مش انا قلت لك مالهاش نوع. يوسف. نعم نعم سيدي. ما نوع هذه الساعة الحمقاء؟ روح بتاع الساعات هيقول لك يا سيدي. نعم نعم. انا هروح اساله، اروح اساله. ثانية واحدة يا لطفي. وانت يا سمير. سوف ارى سيدي. نعم نعم. ليس لك أي تعليق على هذه المقولة؟ أنا فين؟ معرفش، لا أعلم. هات زي الساعة 8 هروح لبتاع الساعات. استنى انتظر يا لطفي. بتاع الساعات الأول. بتاع الساعات يا لطفي. صدق مين خد الساعة؟ حارس.